هذا مكان في كل القرآن يسمونها خلوة. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الحين هذه مصحف ما عندهم مصحف يكتب الآية ثم يمسحها بالمساحة ويكتبها من جديد يعيد. وهذا شكلها كأنها صفحة. هذه صفحة القرآن وتفتر عليهم كلهم لما يتعلموا. الله الله، هذا يعتبر على اللوحة يكتبون فيه ويمحون.